خلص روحي بلبسه لحالي. دي عمالي غنجك اليوم. بخيل الغنج انا. استغل. شو بدك تعملي اليوم؟ اليوم بدي ارجع من الشغل وبعدين يمكن اطلع نص صبايا على شي كافيه. يعني رح تتاخري؟ لا يعني بالكثير 5 بكون هون، بس انت اذا اجيت قبلي وبدك تتغدى في اكل بالبرا، طلع وسخن. دبر حالي انا ولا تاكلي. انت شو مشاريعك؟ ما بعرف، اذا بدي اعمل شي بخبرك عن الموضوع. طيب روحي. باي باي. يا عمي بيشوفك قاعد بهالمكتب ومترسم، إيه ما بيشوفك كيف كنت أكبر صايع بالحارة. وطي صوتك وعود منيح لأنه هون جريدة رسمية، هون بشتغل أنا، كل العالم بتحترمني. إيه مساكين، إيه ما بيعرفوك. عم بقول لك وطي صوتك، شو تشرب؟ شو ما بدك. أبو عبدو، جبنا 2 قهوة على السريع. وهي وصينا لك على قهوة. إيه حبيبي من اللزام. شو من شان اليوم؟ شو في اليوم؟ يعني شو في اليوم؟ مشان سهرة المساء. هلا يعني هاي البرتية ما بتتأجل ليوم تاني؟ ليش شو في عندك اليوم؟ ولا خايف من المدام؟ لسا بيعلي صوته. أنت عم تحكي مع قصاي أنا بدي خاف من المدام؟ ولعيونك رح نزيده للشرب. شو وين القهوة؟ ولا هاي 2 قهوة أبو عبدو تنيمة؟ تنيمة؟ فكر حالك بالحارة؟ خلص حتيجي. شو جابك لهون أنت؟ ياي شو هالفستان الحلو هاد ما تبلي حبيته كثير حلو لا بقلي ميرسي قدام ولا شو هالاسوارة اي ما تبنى هي جابت لي اياها حماتي يوم عرسنا انا قصي يقبرني ما بناقص علي شيء بس الفستان هاد جاب لي اياه من فتره كان نازل على السوق اللي كثير لقيتك فيه عم شبليها وكثير ثقيلها وغالي يعني مو انه هي الله كثير حلو لا بقلي ميرسي حياتي شكرا كلي هاتي سبولة بدك تبولة؟ حطيني شوي هاتي تكرم عيني هاتي سهل ألو أهلا روحي قلت أقبرني قاعدة أنا والسبايا عم نتغدى رايحة القهوة؟ يعني بدك تتأخر مثل العادة؟ طيب حبيبي حاول لا تتأخر لأنه ما رح اتعشى قبل ما تجي ايه؟ طيب حبيبي باي شو لا في شي؟ شو يا صبايا؟ طبعا حبيبتي في شي الشي اللي انتو محرومين منه شو هو بالله؟ حب اهتمام غيرة هذا قصي كان عم يحاكيني عم بتطمن علي وشوف شو بدي اعمل وبده يعني ما اتأخر على البيت نيالك انا بشريكي بتحدى البرازيل مو بتحداكم بس بالله شو شعلتي ظهرك فيه اساسا لو شريكي امبارح عم يعد ورق ما اكلنا الاربع بنات لك هن كل لعبهم غش وتأشير انت بتحب البنات اخي شو ايه طبعا ايه شباب هلا ما علينا شو الشرط اليوم شو ما بدك ولا الا اللي انتو شو حابين تخسروا اليوم واعتبره هو الشرط سيدي اسمع الحكي اسمع شاي لك نسوا خسارة امبارح يا زلمه بالله شو حبيبي امبارح شي واليوم شي تاني اساسا لولا الحظ اللي لحقكم هذا تبع الاولاد ما بتقوموا ربحانين بس اليوم ما بتفز انت وياه غير خسرانين اخي اليوم على شرط مدلل وعشا مدلل ومشان ما تقولوا حظ 2 من 3 شو قلتوا حبيبي نحن على طول جاهزين فته وان شاء الله عشان حسابكم يلا سيدي يلا فت طب اسمعك ولا بس اسمي لك كان باسمه لا خطي بس اليوم باسمه لكن هن خسرانين عن حالي شيء شرف الطاعة ركزها اليوم عشانه مرتب الختيار هيك بلشنا من اولها تأشير ما بيفوزوا غير هيك